مالك؟ مفيش، بس تعبان شوية. تعرف انا من ساعة ما جيت ما نمتش 3 4 ساعات على بعض. انت اللي مالك؟ انا مخنوقة قوي، اتخانقت مع مصطفى في التليفون. عارف الصور اللي صورناها نزلتها على الفيسبوك، انت ما شفتهاش؟ انهي صور؟ عايز نشيلها. لا شفتها، والصراحة معاه حق، يعني لازم تشيليها. ليلى بصي، برضو في النهاية انا مش قريب منكم قوي، في نفس الوقت مصطفى يعني في مشاكل بيني وبينه اكيد شايلها جواه، في نفس الوقت هو ما يعرفش ايه اللي بيني وبينك دلوقتي، ان احنا دلوقتي بقى في شغل بينا وبنتقابل كتير. ايفن، ايه المشكلة؟ قربنا من بعض، بقينا اصدقاء، ايه الجديد في كده في حياتي؟ انا طول عمري عندي اصحاب، ومصطفى عمره ما عمل كده معايا، لازم يكون في ثقة بينا. انا عارف الموضوع مش موضوع ثقة، انا عارف الرجالة بيفكروا ازاي، شيليها وخلاص. انت شايف كده؟ طبعا شيليها. حاضر. وتحكي بقى بجد، والله شكلك احلى وانت بتحكي. قولي لي ايه اللي حصل بينكم؟ هو لازم يعرف ان في حد هيوقف له لو ضايقك. سعيد ما عملليش حاجه حبيبي تضايقني، احنا بس كل الحكايه قعدنا نتكلم في اللي كان واللي حصل وزمان واللي هيحصل ومين غلط في مين ومين غلط اكتر. كل ده كويس، انا كنت متوقعه اكتر من كده كمان. امال ازاي وصلتي للحاله دي؟ مفيش حاجه، انا بس لما قابلت ابوك افتكرت كل السنين اللي مرت عليا والصعوبات اللي قابلتها في حياتي، فصعبت عليا نفسي. اسمع يا مصطفى، ابوك فاكر ان انا راجع علشان ابوظ علاقتكم بيه. اوعى يا حبيبي تخليه يحس كده ابدا، فاهم؟ اول ما ليلى ترجع من المؤتمر هجيبها واجيلك على طول. لا ليلى بلاش تعرف خالص دلوقتي، هو اصل سعيد وعدني انه هيبلغها بنفسه وهيكون كده احسن. عن اذنك حبيبي، انا تعبانه قوي. بيت بيتك حبيبي. ما كان بدي اترككم، بس ابوك اصر انه اترككم لحالهم. الله يعينكم، شكله الوضع عجيب بصراحه. فجاه الدنيا اتقلبت كلها، وبقيت عايش مواقف عمري ما فكرت في يوم من الايام اني عايشها. حيران بين ابويا وامي وليلى اختي، مش عارف ابلغها ازاي ان امها لسه عايشه. انت كمان على فكره من الحاجات الجديده عليا، فجاه بقى ليا بنت خاله وخاله. انا همشي بقى، لو حصل حاجه بيكلميني. طب بس بدي احكي معك بموضوع. خير؟ انا بمصر ما بعرف حدا، وخالتي شكلها مطولة كتير معكم، وأنا بصراحة ما في أقعد بلا شغل، ممكن تساعدني؟ ماشي أوكي، تلاقيش. مع السلامة. باي، دير بالك. انت لسه زعلان مني؟ معلش خضتك حقك عليا. يا لهوي، ناصر بتعلمني، شفنا ناصر مين يا ستي؟ بس استني، انا شفت دخل الكشك بتاعه. استني بس، كل اللي انا عايز اعرفه منك حاجه واحده بس، ايه اللي مزعلك مني من ساعه اخر مره اتكلمنا فيها لحد دلوقتي؟ طبيعي اي اتنين عينيهم من بعض زي انا وانت يكون في بينهم خطوبه ودبل وجواز، وطبيعي قوي اللي انا عيني منها ان هي تروح تشوف الشقه اللي هي تتجوز فيها، مش كده ولا ايه؟ والله العظيم انت شكلك بهلوان وبتلعب عليا عشان تجيب رجلي. يا ستي وماله لما اجيب رجلك بالتراضي وبالوفاء؟ خلاص صدقت مني بالله، انا عناية دي ما شافتش النوم من ساعه ما انت اتقمصت مني لحد دلوقتي. يا سلام. لا مش قوي، مش ما شافتش النوم قوي، نمت. بس لما نمت صراحه حلمت بيكي.
اهو كده افردها بقى يا قمر، النبي تبسم. رايحه على فين يا جميل؟ مفيش، نازله اقضي شويه طلبات للبيت. انت بقى واقف هنا مستنيني من امتى؟ من النجمه. كذاب قوي. حلو كذاب. قولي بقى عملتي ايه من ساعه اخر مره سبتك فيها لحد دلوقتي؟ مفيش، ما انا قلت لك في التليفون. ايوه بس ما قلتيش بالتفصيل ولا حاجه. لقينا البيت كبير بيزعق مع ابنه. بيزعق، كان بيقول له ايه؟ رد الفعل على البرزنتيشن بتاعك هايل، ويل دان. علشان ما انساش قبل البيان الختامي بتاعي، الشركه الفرنسيه وشركه من الامارات طالبين تعملوا معاهم ورشه عمل مشتركه على المشروع بتاعكم وبالشروط اللي هتحددوها. ميرسي يا دكتور قوي، ميرسي. على ايه؟ انتوا اللي شطار جدا. يلا عشان الجلسه الختاميه هتبدا. شفت احمد؟ مبروك يا احمد، الف مبروك. ميرسي يا احمد قوي ان انت هتخليني معاك في الورشه دي. ده انا المفروض اقول لك شكرا انت، لكن ما كانش حصل اي حاجه من الحاجات دي خالص. ربنا يوفقك. طب ايه، هنحضر الجلسه الختاميه دي ولا خلاص بقى؟ نحضرها بقى عشان نحضرها. طلعت دكتورة صحيح. اهلا يا سعيد. اهلا يا مجدي. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا سعيد؟ ازيك يا مدام؟ اهلا سعيد بيه، وحشتنا. الله يخليك. انا ما كنتش جاي على فكره، انا مرهق جدا، بس انا عرفت انك انت اللي عزماني فقلت بقى اما اغرب. ربنا يخليك. نسينا جيت يا سعيد. الدكتوره نرمين. اهلا يا دكتوره. لو ازيك؟ مبسوطه اني شفتك هنا. الله 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 الله. تتعرفوا بعض ولا ايه؟ اتعرفت عليها من قريب. طب اتفضل يا سعيد، اتفضل اتفضل. ده مين ده؟ ثواني اتكلم في التليفون. الو. تعرف مجدي من زمان؟ ده اعز اصحابي والله. قول لي اخبار ليلى ايه؟ كويسه، هي في العين السخنه دلوقتي، ولما هترجع هنعدي عليك ان شاء الله. بس انت ايه اللي شغلك؟ وشك في حاجه، باين في حاجه في دماغك. هو مش حاجه واحده، دول حاجتين اكيد. ليلى واحده منهم. مش قوي يعني، بس طبعا حياتي كلها هي ليلى وابني مصطفى. ربنا يخليهم لك. اشكرك. انا عايز اسالك عن حاجه تخص ليلى. اتفضل. تفتكري لو سمعت خبر غير متوقع ده ممكن يصدمها؟ لا خالص، الا لو قلب معايا باكتئاب ممكن طبعا، بس غير كده لا. انا شاكه في حاجه. شاكه في ايه؟ انت برج العقرب، كل المواصفات بتنطبق عليك. ليه ايه؟ عندك حب التملك، السيطره، عنيد جدا وغيور جدا، بس مش من باب قله ثقه بالنفس، لا، من باب حب التملك. والصفات دي عيوبي يعني؟ لا خالص، دي ممكن تبقى مزايا على فكره. بس انت عارف صح. صح. 1 نوفمبر. شفت بقى. مع السلامة يا أخي، بقى عندي ضيوف. يلا يلا، باي باي. كل دي مكالمة؟ أقول لها بقى أنت كنت بتكلم مين؟ أفتن؟ ما هي عارفة. عارفة يا سعيد. أيوة عارفة.